ظهر هذا المظهر الحمد لله باسم عواد الحوطة، نسب إلى البلدة كلها. أسس في حياة الإمام العلامة أحمد بن زين الحبشي، فكان هذا العواد يعني عبارة عن ملتقى لجميع شرائح المجتمع، أهل الحوطة وخارجها. وأصبح عواد الحوطة هذا موسم، فيأتي أهل البداوة من خارج الحوطة، بل بعضهم يأتي من وادي سر، بعض من يأتي من دوعن، اللي يعرض هذه الجمال ذات الأثمان الغالية، حتى يأتي كما سمعنا بعض أهل الخليج إلى هذا اليوم خصوص لشراء الجمال والأبقار التي هي تعتبر يعني محبوبة لديهم. فهو فرصة سوق كبير جدا، هذا سوق الأغنام أو سوق الأنعام بالخصوص، يعني بالعموم أبقار وأغنام وجمال وغيرها. يبدأ هذا العواد صباح يوم الثالث من شوال واليوم الرابع عشر من ذي الحجة بأن يأتي أولا الباعة وأصحاب البساطة وما يعرف بأنواع هذه المبيعات. بعد الفجر يبدأ يعرضون بضائعهم، ثم يأتي الناس بعد يعني مضي يزوا من الضحى، يشترون من ألعاب الأطفال وما يحتاجون من شيء من الخزف، وما يحتاجون شيء من يعني الفواكه والخضروات والحلوى التي تعبر عن الفرح. العواد هو عبارة عن تهنئة بالعيد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يهنئ المسلمون بعضهم البعض بإكمال شهر رمضان، بعيد الأضحى الحج الأكبر والوقوف بعرفة. ولكن أهل حضرموت جعلوا له طابع من طابع الألفة والمحبة والتزاور، لأنه يستقبل أبناء عمومته وأصحابه وأرحامه يأتون إلى بيته، وهذا من شيم المسلم إكرام الضيف. حتى كما نسمع من كبار السن كان اللحم هذا شيء يسير، فكانوا يخبئون شيء من لحم عيدهم إلى يوم العواد لكي يقدمونه لضيوفهم ويكونوا فرحانين بهم، ويعني يأنس وتظهر في حتى في البيوت يعني شيء من في بعد عصر ذلك اليوم النساء يضربن شيء من أدوات الطرب والدفوف وغيرها تفريحا بهذا اليوم يوم العواد، ويأتون يعني أرحامهم وأقربائهم. فمشاعر الناس عجيبة في هذا اليوم الشريف. تدق الطبول الطاسة وغيرها فرحة للشباب وفرحة للأطفال، يتبرعون ويأتون بالقصائد يعني التفريحية، ويتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء: يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. أنت إذا نظرت إلى وجوه الناس ترى عليهم الابتسامة، ويأتون بأولادهم الصغار يفرحونهم، يعطونهم شيء من الألعاب ويشترون لهم. وحتى نحن نذكر في أيام صبانا ما يعطى الأطفال شيء من الدراهم إلا في يوم العواد.
في شبام ومناطق الأخرى ما تقام شيء من المناسبات مثل هذا اليوم استعدادا لحضور إيش عواد الحضر. تنتهي الأسواق وهذه الأشرعة والتي تنصب يعني الخيام لمدة يوم واحد فقط.